علاج الألم يعني احنا بنعالج عرض، علاج الانزلاق الغضروف يعني احنا بنعالج المرض نفسه. تمام؟ طيب في مريض يجي لنا عنده انزلاق غضروفي من الدرجة الثالثة وعمل له عرق النسا جامد جدا ولان في ضغط على العصب، طيب يروح لدكتور جراح يقول له انت محتاج تشيل الغضروف ده هو المنزلق الجزء المائي اللي خرج من مكانه عشان المرض من اصله ينتهي. تمام؟ وده التصرف الصح سواء احنا عملناه بالمنظار ولا عملناه بالميكروسكوب ولا عملناه بتدخل جراحي محدود ولا بتدخل جراحي معتاد، ايا كانت الطريقه اللي هي، انما في النهايه احنا بنعمل بنشيل الجزء اللي هو خارج من مكانه. تمام كده انتهت المشكله، المرض اختفى والعرض راح، خلاص المريض من نفس اليوم بيحس ان الالم الشديد عرق النسا اللي عنده اختفى تماما، اختفى تماما. ودي العلامة المهمة اللي احنا بنقول للمريض ايه اخبار الالم اللي كان عندك قبل العملية، قول الالم راح خلاص، قول اختفى تماما الالم. بيشتكي بس ان عنده شوية تنميل، التنميل ده كان موجود اساسا بس هو مش حاسس بيه بسبب الالم. عشان كده انا بقول دايما للمرضى اللي عندي خد بالك بعد العملية هتحس ان الالم مش موجود بس التنميل زاد. زاد ليه؟ لان الالم اللي كان مغطي عليه اختفى فبقيت تحس بالاحساس الابسط. طيب يروح لدكتور تاني هو يعني مش جراح، يقول له طب احنا هنعمل لك تردد حراري، طب احنا هنعمل لك حقن معين، كورتيكوستيرويدز مثلا كورتيزون، بيريح له الالم فعلا شويه ولكن هو ما عالجش المرض. اول ما يروح اثر التردد الحراري او اثر حقن الكورتيزون هيرجع المريض بنفس الالم بالظبط. طب يرجع بعد قد ايه الالم؟ بعد اسبوع. ده هو يعتبر كده علاج الالم كان اشبه بالمسكنات، مسكن بالظبط، مش علاج. مش علاج هو مش علاج. لذا احنا يعني المشكله دي ليها سبب، ان احنا مش متفقين على الرولز اللي كل الدنيا متفقه عليها، امتى نعمل عمليه وامتى ما نعملش عمليه. اللي محتاج عمليه وما بنعملوش عمره ما يرتاح، واللي مش محتاج عمليه وعملنا له حالته هتبقى اوحش. والعاملين اللي بيأدوا ان احنا نقرر القرار ده، الدكتور المعالج المتخصص طبعا في جراحة العمود الفقري، والأشعة والرسم الأعصاب يعني اللي بيتعمل.